أنا الآن في نص الطريق لغار حراء، تعبت حقيقة جدا وأخذت استراحة، وهذا المنظر اللي أشوفه الآن. الحين وأنا أطلع شوفوا كيف الطريق. شوفوا المنظر، شوفوا يا الله. الحين نازل لغار حراء. هذا هو الغار هنا تحت، شوفوا الغار هنا. الله، شوفوا المنظر يا جماعة، شوفوا المنظر يا الله. النزول لغار حراء صعب جدا، شوفوا كيف الطريق يا الله. الحمد لله الآن الدخول لغار حراء. هذا الغار اللي نزل الوحي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. هذا الطريق المؤدي لغار حراء زي ما تفضل الأخ. مشكورا. الغار قدام هناك الغار. الطريق صعب، صعب جدا، الطريق صعب. تخيلوا ان عديت من هذا الطريق الضيق. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. هذا غار حراء في جبل النور. هذا الغار اللي كان يتعبد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ونزلت عليه الآية الكريمة بواسطة جبريل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أحد الأسباب اللي خلتني أطلع أصور بهذا الوقت لقلة الزحام. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. يا الله يا الله يا الله. الله، شوف الحالي أنا في غار حراء الآن. الحمد لله، هذا الجبل اللي احتذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن أنا في طريق العودة. هذا غار حراء على يميني، وهذا الطريق المؤدي للخارج. الله يعين إن شاء الله. شوفوا كيف الصعوبة، صعوبة الدخول كيف. شوفوا شلون. Thank you.
في طريق العودة. كيف الصعوبة والخطورة بنفس الوقت. شوفوا الخطورة وشلون، شوفوا كيف عورة الطريق، شوفوا الحالي الآن في النزول، طريق صعب جداً.